العبرية قالوا لي تجبديها ألاج دو 18 ans. كي رحت محبوش يعطوها لي سيتان دير دي قراوها لي هما قراوها لي كوم كوا باللي هادي اليمات دارت غلطة وكي جات تدخل للدار باباها ما قالها نستقبلك انتيا بصح لي في كرشك ما نستقبلوش هي خيرت قالت له كان نروح للزنقة ونعيش معها أنا نتشردو في زوج بصح جو بريفير أنا نقعد في الدار وهو نحطو ثاني في لابوبونيغ تجيبالك بإذن الله كاش عائلة تتبناه إن شاء الله الحمد لله.